السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد. اليوم راح أسوي جلتش جدا قوي وما حد يعرفه. هو الجلتش إذا كان واحد من أصدقائك كان يقول تلعب هايد أو هايد أنسيك، قلت له يس وتبت تخبر مكان. أهم شيء اسمك قصير عشان لو كان طويل اسمك بيطلع، فبس لازم يصير اسمك قليل كذا 4 حروف كذا 3 حروف. هو 3 حروف أحس ما في. أول شيء شو تسوي؟ تروح للجوال تضغط على الكاميرا، بعدين تضغط ضغط مطولة على يقلب الكاميرا، وتضغط ضغط مطولة على الرجوع، بعدين تفلتهم الاثنين راح يصير معك زي كذا، يمديك تسوي حركات وكذا يعني. بعدها تصير زي الهاكر، المهم زي الهاكر. تجلس وانت واقف شوفوا هنا اريكم كيف تتخبون. الحين راح اريكم كيف تتخبون. تان 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 تان. تحولت الى حوت، ما تخبيت، تحولت. شوفوا انا سمكة. وبس ان شاء الله عجبكم هذا المقطع، حطوا لايك لانه هذا الجلتش ما حد سواه. اذا بترجع خلاص بدون ما تمسك شيء خلاص يا بس. تذكرت شيء، انه اذا شفتوا المقطع راح تعرفوا وين تخبى الشخص. ان شاء الله بكره راح اسوي مقطع. باي. بكرة تعالوا كلكم، طاها وكلكم اللي يلعبوا بي كي اكس دي، لان بسوي تحدي باركور في المسبح. ومع السلامة بالمشروب، مشروب القفص. ويلا مع السلامة.